بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه السماء. ومن أنا رفع السماء
ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجمال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر
آثر الحياة الدنيا. صدق الله.